الحفاظ على التراث بمختلف أنواعه إرث متوارث من جيل إلى جيل بمدينة بوسعادة. الشاب محمد سفيان نجح في فتح مقهى تقليدي لطهي قهوة الجزوة، مشروب تقليدي يستقطب الشباب والكهول لارتشاف كوب من مذاق القهوة. الفكرة هذه كانت عبارة عن كما نقولوا حاجة شفناها في البلاد، حاجة كما نقولوا عشناها احنايا، كنا نروحوا القهوة تاع الجزوة واستمتعنا بها وتأثرنا بها، خلتنا نديروا هذا المشروع هذا اللي يدمج بين الحاجة العصرية اللي معرفين بها والحاجة التقليدية اللي هي تراثنا في تراث بوسعادة، الجزوة على الرمل. الجزوة اللي هي نجيبوا البن أي القهوة متنوعة، مش قهوة من نوع واحد، ونحمصوها عند حماص كما نقولوا نتعاملوا معاه، ونرحوها ثاني حنايا نتبعوها في والطياب تاعها تكون على الرمل. ما يزين جلسات هذه المقهى استقطابه لعدد من الفنانين وهواة آلة العود الذين يبدعون بأوتارها فينسجون أجمل الطبوع الموسيقى العربية الأصيلة. الحمد لله هذا المقهى كان استقطب الطبقة المثقفة في مدينة بوسعادة من أدباء وشعراء وفنانين إلى غير ذلك، لقوا فيه الراحة النفسية والنوستالجيا اللي هي الإحساس بالحاجة القديمة. من مقهى الجزوة، المكان المتنفس في مدينة بوسعادة، المكان اللي اجتمعوا فيه الشعراء والفنانين والأدباء، المكان اللي بعد مدة قليلة من اللي فتح استقطب فئة كبيرة في مدينة بوسعادة، ولا مقصد يعني لاجتماع الفنانين ولممارسة هواياتهم يعني المتعددة. والله يعني هذا الشيء خلانا يعني نفرحوا بزاف. رانا هنا في قهوة الجزوة اللي تحافظ على التراث البوسعادي تحت أنغام تطربنا موسيقية بفنانين محليين من بوسعادة. نجو هنا نتلموا مع عائلتنا مع الأحباب، مع نتفكروا ونهضروا على بوسعادة، نهضروا على المشاريع اللي راهي كاينة، نهضروا على تاريخنا. بالرغم من افتتاح هذه المقهى منذ أقل من شهرين، أصبحت ملاذ الكثير من عشاق المشروبات التقليدية ومحبي الموسيقى العود العربي الأصيل.